كان ديبيستاج الكشف المبكر عن السرطانات بشتى انواعها. هي محصوره في سرطان الرحم، سرطان البروستات، مي كاين نلقاو حالات واحد اخرين الفونتيتر بريون شارج كل شيء مجاني. لما نكتشفوا عليها لا بريزون شارج نتاعو راح تكون مجاني، لو سويفي راح تكون مجاني. ايام الكشف اكيد راح تساهم بالتكفل المبكر في مراحل مبكره، يكون التكفل بها احسن على كل المستويات. هذا في ظرف 3 شهور، هذا هو المره الثانيه اللي نقوموا بهذه التظاهره، وحنا نحوسوا نرجعوها عاده في مستشفى محمد الصديق منيح. حنا درنا اليوم يوم تحسيسي باش نكشفوا عن المرض، والكشف عن المرض في بدايه يعني قبل الاعراض هو يعني يعطينا ان طو دو غيريزون، يعني نسبه الشفاء كبيره جدا. وهذه النسبه الكبيره اللي جدا من الشفاء يعني المريض ما راحش يكونسومي يستهلك ادويه كثيره، وما راحش يدخل المستشفى بكثره.